الميكروفون ده اقرب له ولا احطه في القميص؟ بس في ايدك اتفضل. انا محمد زهران عم الشهيد علي زهران. انا طبعا غير راضي عن اداء المحكمه تماما. انا ما اوده هو محكمه ثوره وليس محكمه مسرحيه هزليه مبتذله رخيصه تقضي على امل شعب مصر وعلى حق الشهداء. من الواضح ان الفصول الاخيره لهذه المسرحية الهزلية أن يودع المخلوع في المستشفى والضباط ووزير الداخلية أكثر 3 سنوات 15 على أحد الأكثر يعني. كل ما أوده وأطالب به محكمة ثورة عادلة ناجزة تقتص لدم الشهداء من القتلة. القتلة خذوا أوامرهم من الضباط الأعلى منهم رتبة حتى وزير الداخلية حتى رئيس الجمهورية. لم يطلق الرصاص على أبنائنا إلا بأوامر، والأوامر قد أدت من السلطات الأعلى. إذا ماتت قضية الشهداء قد ماتت الثورة. لابد القصاص العادل، والقصاص العادل هو الإعدام، هو الإعدام لهؤلاء من أصغر ضابط وجندي إلى مبارك. هنا تكون قد نجحت الثورة. أنا عبد الكريم إبراهيم أخو الشهيد مصطفى إبراهيم، قتل برصاص امام اسم المرج من وزاره الداخليه. وبالنسبه للمحاكمه اللي بتاعت اول امبارح احنا جينا وحضرناها وكنا واقفين بنطالب اللي احنا نخش نحضر المحاكمه، منعونا عشان منعونا ومنعوا البث، ورحنا للنائب العام عشان نجيب تصريح رفض طبعا. ولقينا الداخليه هجموا علينا مره واحده بيضربونا، فجم ضربونا على دماغي بالعصيان اغمى عليا. ودي الصور، دي الصور حضرتك بتاعت المحاكمه بتاعت اول امبارح. اغمى عليا وضربوني، ورحنا للنائب العام عملنا محضر للنائب العام بحمل رقم 98-99 بتاريخ 6/9/2011. وطبعا احنا جينا النهارده عشان احنا مش هنسيب دم اخواتنا طبعا، ولازم نبقى موجودين للاخر ايا كانت المحاكمه، شهر شهرين سنه مدى الحياه، برضه هنفضل لغايه ما نجيب حق الناس دي بالقصاص، لان الناس دي لازم تتحاكم. الناس دي لو ما اتحاكمتش النظام لسه موجود. الناس دي لو اتحاكمت النظام كله هيجي وراها واحده واحده. وبالنسبه للثلاث شهود اللي هم شهدوا اول امبارح طبعا عكسوا الكلام طبعا، عشان هم قالوا امام النائب العام غيروا الكلام اول امبارح. ازاي انتوا قلتوا كلام قدام النائب العام، واول امبارح قلتوا كلام قدام المستشار احمد رفعت؟ وبرجاء بنرجو من المستشار احمد رفعت ان يتخذ قرار المحاكمه في اسرع وقت ممكن، وها هو القصاص الاعدام بالذين الذي قتلوا اخواتنا وقتلوا دم المصابين وقتلوا دم الناس اللي كانت بتدافع عن نظام كامل فاسد اللي ما كانش حد بيقدر يتكلم ويدافع لولا الناس دي. الناس دي اللي ماتت دي ناس في كليه هندسه وفي كليه علوم، ناس متعلمه مش ناس بلطجيه، ناس طلعت يوم 28 عشان تقول الا وهي كلمه الحق، كلمه الحق اللي ربنا قالها، اللي مهما كان النظام مهما يفضل 2000 سنه او 10000 سنه، ربنا سبحانه وتعالى بيجي يوم وبينجح الثوره، والثوره دي نجحت على ايد ربنا سبحانه وتعالى.